بعد تحقيقه للمركز الأول ضمن الفريق المشارك في الدورة الوطنية للأندية التي استضافتها العاصمة المؤقتة عدن الشهر المنصرم. يسعى محمد لتعزيز ذلك النجاح بمزيدا من الإنجازات، خصوصا بعد ترشيحه للمشاركة في البطولة العربية للشطرنج كفرصة لخوض غمار المنافسة وتحطيم أرقام قياسية عربية. طبعا شلينا المركز الأول في الفرعي في الدورة الوطنية، وحصلت على المركز الأول في البطولة الفردي، وأتمنى من وزير الشباب والرياضي أن يتيح لنا الفرصة بأن نلعب في بطولة العرب في الإمارات. هنا يحاول محمد جاهدا تحقيق انتصارات أخرى في بطولة الشطرنج بمشاركة 10 فرق من محافظة أبين للأندية والتي يقيمها نادي الجيل بمنطقة الحصن، حيث تهدف إلى زيادة ورفع مستوى المشاركات في السنوات القادمة. وهدفنا في هذه البطولة هو نشر اللعبة بين أوساط الأندية والفرقية، وإن شاء الله إننا نكون هناك في بطولات قادمة، وخطة للاتحاد نشر اللعبة بين المدارس وبين المعسكرات وغيرها إن شاء الله. يؤكد مسؤولون إن اللعبة لا تحظى بشعبية واسعة في محافظة أبين نتيجة لشحة الإمكانيات لدى الأندية الرياضية، إلا أن الإنجازات التي تحققت في إطار المشاركات المحلية حتى الآن تستوجب الاهتمام وتوسيع دائرة الممارسة لجميع الرياضات وليس الشطرنج فقط. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.